السلام عليكم خوتي، اليوم عندنا صباح الخير عليكم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم عندنا توجور 1.2 CSV. المشكل اللي فيها أنه مولاها بدلت له ديجا لي جوان تاع لي بوجي وجوان تاع الكاش، راح واحد شهر من وراها وبدلت له ميكانيزم وزي واحد شهر من وراها ولا شهر وحاجة. جاني قال لي لقيت الزيت لهنايا الكاش ظهرت لي يوضر، وشنو الزيت على الموتور ما ينقصش، قال لي قاعد كيما راهو. درت لها دياغنوستيك، عملت حسابي خسرت مع الكاش مركبه وانا بيدي، كما قال هو مش عنده واحد اماتير، كما قال له واحد بالك بسيد ما ركبوش مليح الميكانيسيان ولا حاجه، قال له السيد مش قاعد يتعلم ولا حاجه يعرف يركب. لا علينا، خسرت فيريفيت لي اول حاجه، رحت لي بولون قلت ما يسهم اذا بغى ربي بالك دي سيرا ولا خليتهم نسيتهم مرة خوفين، لقيتهم سيرين لاباس عليهم. جيت نفيريفي الزيت ابواط وسيل لقيتها تعوم بالزيت من الفوق، غسلتها له بالليسونس، هزيت الطوموبيل دخلت تحتها لقيتها تعوم بالزيت. كي تبعت الزيت زيت الموتور قال لي ما ينقصش. دونك واش رحت عملت؟ رحت فرغت له الزيت على بواط، فرغت الزيت ديريكتومون على بواط، لقيت فيها واحد ربع يطرا ولا قريب كولا على بواط قريب في الزدها، وكان فيها كان في طريق بعيده، كان بالطوموبيل في طريق بعيده. المهم فرغت لابواط لقيت فيها ربع يطرا، زدت له الزيت وعيط لي عملت له رونديفو باه جاب لي الطوموبيل. قلت له كي نفرغ درك بون، هو شي هو اللي فيها المشكل تاع الجيد بي تي. الجيد بي تي كي يولي يطيش الزيت يخرج مع لاكس تاع اللي رايح للديسك تاع الفولوموتور اللي رايح للديسك تاع الامبرياج، من الديسك تاع الامبرياج داخل في لابواط يخرج معاه، كي دور غروند فيتاس يولي يطرش. كوم هي عندها الكابتر لهنا، راكم تشوفوا فيه هذا الكابتر، عندها كابتر هنا تسمى محلوله لهنا الفولوموتور، واش يولي يدير؟ يولي كي يدور غروند فيتاس يولي يطرش الدنيا كامله، مين كاين ترو يخرج الزيت غروند فيتاس يولي يطرش لهنا الفوق، طرش هذه كامله بلها كامله بالزيت وخرج الزيت على البواط. نون بار لون با نون سيلمون من تحت وسي كاين الزيت، ولقيت الزيت حتى لهنا هاك تشوفوا فيه، انا غسلته ديجا بالليسونس البارح المغسول ومازال شويه الزيت زاد خرج شويه الزيت، ها غسلته حتى بالديمارير. مولاها كان يقول لي لا ومن الكاش ومن هنا، قلت له فيريفي ها والفوق شايحه، باسكو حطيت الضوء شفتها الفوق شايحه بصح من الزيت مش حتى من الجوان تاع الكارتير، كاين ناس وسيه غلطوا لقيته باسكو فوق البلوك لهنا قبل الجوان، مادام فوق البلوك كاين حاجه. كي تبعت مليح لقيته من الجيد بي تي هي اللي قاعده تطيش في الزيت على البواط، ورزمو ما فزدتلوش البواط. اليوم جابها لي راح نحي البواط ونعطي لكم بربي ان شاء الله الجيد بي تي كيف يتبدل، غير يكفينا الحال برك نعمل لكم فيديو ان شاء الله. شوفوا البلاكة من تحت كيفها تعوم بالزيت، سيرتو قطي غوش هذا كله تاع لابواط، او قطي بيدونش تاع واحد ما كانش بزاف، هذا يمشي معاها معاها. قلت لها من تحت كيف نزيها باسكو هذه لازم يتنحى البرسو، بتهبط لابواط نجمو نخرجها. ها هو الزيت وين هو، شوف دكتور كامل، ونحيد ديجا الكاردون. درك راح نفرغ لها الزيت، بعد نحيو لابواط نحيو البرسو باه تهبط لنا لابواط ان شاء الله. اخوتي هبطت لابواط، شوفوا كيفاه لقيتها، ها من لاكس هذا اللي يخرج الزيت، ها هو الجيد بي تي من هنا اللي قاعد يخرج الزيت ويطرش مع لاكس الدنيا كامله، وكذا معبره لهنا بالزيت بعد لهنا لتحت. هاي ربي دي شمخه بعد كيف كيف بالزيت، وهذا مالي قراع تاع الديسك ولا زادوا لصقوا بالزيت. كما قلت لكم لازم يهود البرسو
مش سهلة تنحية تاعها، راهي واعرة ورا أو البرسو في الأرض، لازم تتنحى لك لي مايار. وشنو هو، تبعوا الفيديو الاخر باسكو كاين حوايج نجمو ما تديوهم سهليا ولا حاجه، كيما لا كليماير يلفو با يدور الفولون، يلفو با واحد يمس الطوموبيل بعد ما نحيو الكروازيون تاع لا كليماير من الداخل، باسكو الا دار الفولون راح تبدل بلاصه الناب تاع الفولون تولي تتقطع فيه ساعه من بعد. ويفو نشفيو على البوزيسيون تاعو، يلفو با نزيدو باسكو دركا مش راح نمسوها لا كليماير، باسكو انا نخدم وحدي ما عنديش كل معايا. لهنا كوندانيت الفولون بما يتحركش، خلاص مفتاح نحيته في الارض بما يتحركش، البوزيسيون تاعو في الكروازيون لتحت تقعد مع لا كليماير كيما هبط بعد، من بعد كي نطلع يطيح في البوزيسيون تاعو دوريجين، بعد ما يجيش دورة زايدة ولا دورة ناقصة. هذا هو دركا، بقى لنا نحيو الكيد بيدي برك، نحلو لابواط، اي لازم تتحل لابواط باه يتنحى الكيد بيتي هذايا، يتحل لابواط ويتنحى لي بينيون كل باه يتنحى الكيد بيتي.